في ميدان التحرير لكي يحتفلوا بيوم التحرير. وقد أظهر الفنانون المصريون هذه الروح العالية، أقاموا هذا المهرجان في أقل من 24 ساعة لكي يشتركوا في أفراح الشعب، أفراح أبناء الأمة الذين كانوا متعطشين للفرح منذ زمن طويل. كانت الأنباء التي تترى في السنوات وفي الأجيال الماضية كانت تزيدهم بؤسا على بؤس وتشاؤما على تشاؤم. أما اليوم وبعد ثورة مصر الكبرى فإنه ما من نبأ ظهر إلى الشعب إلا وكان في صالح الشعب، حتى جاء توجت هذه الخطوات الكثيرة التي خطتها الثورة ناحية النهضة الكبرى والعظمة بهذا اليوم السعيد، اليوم الأكبر الذي تغنى به شعراء من قبل وتغنى به المواطنون من قبل وتمناه كل مصري ووطني غيور. تمناه المصريون كما تمناه الشرقيون وأبناء الوادي وأبناء العروبة. اليوم تنقلب مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها فرحة مستبشرة ضاحكة مبتسمة للمستقبل السعيد، المستقبل الذي ينتظرها بعد أن نالت حريتها الكاملة. جاء القادة وجاء أبناء الشعب وجلسوا معا في صعيد واحد وفي مكان واحد، جلسوا جميعا على هذه المقاعد الخيزرانية، لا فرق بين وزير وبين مواطن صغير، هكذا ترى الرؤوس كلها في صفوف منتظمة، تراهم جميعا وقد أخذتهم النشوة يستمعون إلى أم كلثوم وإلى الألوان التالية التي ستقدم إليهم، بينما تنعكس الأضواء مرة على المسرح ومرة على الموجودين الآلاف المؤلفة، حتى لقد سدت جميع الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير. لا ترى في هذا الميدان الفسيح الذي لا تستطيع العين أن ترى أطرافه إلا كتلا بشرية، رؤوسا مشرئبة مرفوعة لا ترى بينهم أبدا واحدا يخفض رأسه، بل إنه مرفوع الرأس، ذلك لأنه نال حقه في الحرية وفي الاستقلال التام، الحرية الحقيقية ليست الحرية التي تقال فقط. الآن يتقدم ناحية الميكروفون الأستاذ يوسف وهبي لكي يقدم الفقرة التالية من هذا المهرجان الوطني الكبير. أما الفقرة التالية فهي غناء أيضا يطلع به المطرب فريد الأطرش. فريد الأطرش سيغنينا نشيد البعث، وقد أخذت الفرقة الموسيقية التي ستصاحبه مكانها على المسرح المرتفع قليلا عن أرض الميدان، وغطي بالسجاد الأحمر ووضعت فيه عدة مايكروفونات لمكبرات الصوت ومايكروفونات الإذاعة المصرية، بينما نصبت على هذا المسرح الكبير الضخم المصابيح القوية شديدة العاكسة، وسلطت بعض المصابيح القوية من وسط الميدان على هذا المهرجان، حتى لقد انقلب ميدان التحرير إلى قطعة من الجنة، الجنة بروادها وأبنائها الذين يشبهون اليوم الملائكة، وبهذه الأضواء المتلألئة وهذه الأعلام الخضراء وأضواء النيون الخضراء التي لا تعلن عن شيء إلا عن الفرح والابتهال. ويتقدم الآن فريد الأطرش ومعه يوسف وهبي ناحية الميكروفون. يوسف وهبي يقبل فريد الأطرش ويتركه أمام الميكروفون يتمنى له أن يغني فيطرب في هذه الليلة. سيداتي وسادتي، لا يستطيع الإنسان أن يصف لكم هنا إلا الأشياء المادية التي يراها، ولكن يحس المرء وهو يجلس في ميدان التحرير إحساسا عجيبا، إحساسا لم يحسه من قبل، رغم أنه حضر كثيرا من الاحتفالات
إنها النشوة التي يحسها كل مصري الآن، إنها الفرحة الكبرى التي تصل إلى الأعماق، الفرحة حينما يرى القادة وأبناء الشعب جميعا وقد امتلأوا بالسرور لهذا اليوم السعيد، يوم الجلال. الآن ستبدأ الموسيقى وسيبدأ فريد الأطرش في نشيد البعث بعد أن يتم إصلاح الآلات الموسيقية. بطبيعة الحال هذا المسرح مكشوف، ولذلك يلزم أن يتأكد الموسيقيون من ضبط أو الأوتار الموسيقية، لأن الجو في المكان الذي كانوا يجلسون فيه يختلف عن هذا الجو الطلق. جلس فريد الأطرش وأمسك بالعود وأخذ يقرب أذنه اليمنى من أوتاره لكي يضبطه على نغمة نشيد البعث، بينما استعدت الفرقة الموسيقية التي ستصاحبه.
Thank you.
أيها المواطنون، كانت هذه تحية فريد الأطرش في هذه الليلة الخالدة في تاريخ مصر، ليلة احتفالها بنيلها حريتها كاملة، ليلة احتفالها بجلاء القوات البريطانية عن أرضها، ليلة الاحتفال التي ظلت تنتظرها عواما بل أجيالا طويلة. هذه الليلة التي ظل آباؤنا ينتظرونها وظل أجدادنا ينتظرونها ثم تحققت، ونراها نحن حقيقة واقعة نعيش فيها ونحس بروعتها، وتتجاوب معها نفوسنا وتخفق أفئدتنا وتهتز قلوبنا نشوة وفرحا بهذا اليوم المجيد، هذا اليوم الخالد في تاريخ مصر.